طيب السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. معك انا ورقه عبد الرحمن حمد الله من مجموعه الباحثين السودانيين. واحنا حابين نسمع عنكم عن التجربه بتاعت جامعه بيرزيت في فلسطين في العمل التطوعي. عندكم تجربه رائده مش كده ولها زمن طويل جدا، ممكن تكلمينا عنها؟ تعرفين عن نفسك و اول شيء تحياتي من فلسطين الى السودان الى الشعب السوداني الشقيق. احنا في جامعه بيرزيت من فلسطين من رام الله من جامعه بيرزيت. جامعه بيرزيت العمل التطوعي فيها متطلب من عام 1972 لحد هذه اللحظه. العمل التطوعي هو متطلب تخرج، انه كل طالب يجب ان ينهي 120 ساعه عمل تعاوني قبل لا يتخرج، وهذا بحط علينا احنا وطلابنا مسؤوليه كبيره اتجاه مجتمعنا، اتجاه قضاياه واماله ومواله وطموحاته، وفرصه كمان ان نعزز شخصيه الطالب بالعمل المجتمعي، نعزز شخصيه الطالب بالخبرات وبالتجارب وتصويب سلوكهم، وكمان فرصه للابداع وللتغيير وللتميز. واحنا من خلال وهذا كله بنترجمه من خلال مشاريع مع كل فئات المجتمع، مع المجالات الفئات المختلفه في المجالات المختلفه بكل القطاعات المكونه لمجتمعنا الفلسطيني. كله بيكون عندنا شريك، وبكون شريك الجامعه، وبكون شريك الطلاب في كيف ان نقدر نوصل هذه القيمه الجماعيه المسؤوليه المجتمعيه لكل الفئات من خلال الوصول الى العمل المشترك، والى خلال الوصول الى كل ما هو يعزز العطاء ويعزز روح العمل الجماعي وكل القيم الجميله العطاء. وانا كمان بقول انه دائما العمل التطوعي هو فرصه لرفع، بقول دائما هذه وصفه لانك ترفع هرمون السعاده وهو بالعمل التطوعي، لانه المستفيد الاول والاخير بالعمل التطوعي مزبوط المجتمع والجامعه اللي بتنظم، ولكن المستفيد الاول والاخير هو المتطوع نفسه اللي بيشعر بالرضا عن الذات من خلال المساعده. تمام. طيب هل هي كان مبادره من جامعه بيرزيت فقط في سنه 1972 انه لازم يكون في متطلبات للتطوع للطالب، ولا كان ولا هي حاجه على مستوى الجامعات الفلسطينيه ككل؟ هل هو قانون ولا هل هي مبادره من الجامعه نفسها؟ البدايه انطلقت من جامعه بيرزيت، وحسب جامعه بيرزيت شعرت قديش باهميه تعزيز رسالتها المجتمعيه تجاه المجتمع، بالنسبه للعمل التطوعي هو جزء مهم من رسالتها الاكاديميه، هي العمل المجتمعي بالشراكه مع المجتمع. فكانت الانطلاقه طلعت من جامعه بيرزيت، واحنا بالتعاون مع شركائنا بالجامعات ايضا كان قدرنا نساعد تنتقل التجربة من الجامعة إلى الجامعات الأخرى. ممتاز جدا يعني طبعا عارفين إنه الجامعة يعني بتعتمد على التعليم والبحث وخدمة المجتمع، فالآن ده خدمة المجتمع يعني كنموذج متطلب جامعي يحتذى به في متطلب جامعي. يعني إحنا عندنا المتطلبات بتاعت الجامعة في السودان يعني ساعات كثيرة جدا لكن ما قد يكون الناس ما مستفيدين منها يعني بالصورة المطلوبة. طيب في أي يعني قصص نجاح كبيرة كده من جامعة بيرزيت في التطوع؟ يعني هل طلعت مبادرة ولا شيء صار يعني معروف على مستوى فلسطين، العالم العربي، العالم؟ يعني سؤالك مهم، شكرا لك. بس احنا بنعتبر انه في عندنا نشاطات ومبادرات كثيرة، ولكن بنعتبر انه كل شخص لازم يكون هو مبادر. فما بنقول بس انه كم مبادرة عم نطلع، لا، احنا عم نطلع اشخاص، وكل شخص هو لازم يكون هو يقدم المبادرة. فهيك بنطلع لانه عندنا ثروه هائله، مش بس بدنا عدد مبادرات، لانه كمان المبادرات لازم قديش كمان لها معاييرها وتحفظ استمراريتها، ولا كانت بتموت يعني في ارضها. فلذلك انه احنا بنهتم كثير انه ان 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 يعني الطلاب بالضبط. هي دائما بقول حتى احنا بنقول بنفرض العمل التطوع لانه بتضبط الجوده والنوعيه، انه كمان انت بتقدر تخلي كل الناس يجي يشاركوا، حتى اللي ما بحب يشارك بنعلمه لا بنساعده انه لا لازم تشارك، بعدين انت بتكمل بهي الطريق. فلذلك انا مبادرات كثيره، احنا حصلنا على جوائز على المستوى المحلي على المستوى العربي، ولكن هي اهم شيء رؤيتنا انه احنا اكم مبادره عندنا. بنعتبر ان احنا عدد طلاب الجامعه عندنا 14000 طالب، يعني بتعطيك 14000 مبادره. ما شاء الله ما شاء الله. معلش استاذ انا عندي سؤال، معلش دكتور انور. في ناس يعني بتفتكر انه العمل التطوعي ما بيتطلب الجوده، فانا ما عارف اذا في الجامعه بتركزوا على النقطه دي. يعني في اشخاص بيفتكر انه اذا انا بادي عمل تطوعي الموضوع ما بيتطلب جوده واتقان، وانه انا ابذل الجهد حقيقي، ما هو عمل تطوعي انا ما حاخذ فلوس عليه. فهل بتركزوا
يعني بتركزوا على عقلية الطالب إنه لازم تفهم إنه العمل التطوعي ما بيعني عدم الإتقان أو عدم الجودة. أصلاً هو العمل التطوعي هو الإتقان نفسه، ولا كيف بدك توصل الرسالة؟ فإنه لازم إنه لما ينطلقوا الطلاب لأي عمل تطوعي، حتى لو يعني الأعمال اللي يعني إحنا بنقول في عنا أعمال متداولة، يعني أو بنقول إنه يعني زي الحملات التقليدية، نعمل حملة نظافة، نعمل لا لا، إذا ما حتى الشجرة لما بنروح نزرعها إذا ما زرعناها صح لا منا ولا بزرعناها. فكل هذا لكونك أنت متطوع يعني عليك مسؤوليات كثيرة، يا إما بيكون إضافة وإلا هيك رح يكون عبء على أي حدا رح نروح نقدمها. فهي هذه رسالتنا الأولى لطلابنا، أهم إشي إن نكون إضافة، ما حتى في كيفية للتعامل. فإحنا منخليه ببساطته لأنه إيه، علشان يعني أول نبدأ إنه هو بشغلة بسيطة، يعني شو العمل التعاوني يعني إننا نساعد يعني، فمنخليه في البساطة، ولكن بالتدرج بفهم المتطوع لحاله مع اكتساب الخبرات إنه عليه في إتقان. لأنه شو العمل التطوعي؟ كل القيم، مجموعة من القيم المهمة، مسؤولية، وهو مسؤوليتك إنك تشتغل صح، مشاركة إنك تكون شريك على قد مسؤوليتك، عطاء هذه هي اللي بدون محدود. فهي هذا المفهوم لما تكون واصلي أنت خلاص أخذت التأثير والمخرج اللي إحنا بدناه. شكرا جزيلا صراحة، يعني مبسوطين جدا وسعيدين جدا إنه إن استفيد من التجربة الثرة لجامعة بيرزيت فلسطين. شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.